كنتم معي لما كانت مقعدكم. اهلا ومرحبا بكم في ديار الامير المغلق. نعم شوف الجمهور شاهد المدرج يملا بالكامل. رساله الى كل الملاعب، هل تملكون هذا الجمهور مكررا عايده بالذكريات مع انس الرياضيه متابعينا عبر منصات اليوتيوب؟ انس الرياضيه اينما كانت واينما تكونوا تحلى المباراه وتحلى اجوانا. جماهيرنا الحاضره متابعينا في كل مكان، اهلا ومرحبا وطابت اوقاتكم في كل خير. السلام عليكم محبة المشاهدين والمتابعين، هذه تحيتي نهاد الرديني، احييكم من جديد ومن ارضية ملعب كراج احويدر، ملعب الامير المغلق في مدينة النهروان، حيث ختام بطولة سوبر النهروان اللي تجمع فريقين. طبعا مباراة ديربي النهروان، ديربي العمالقة اللي يجمع فريق القداسة وكذلك فريق الانجازات والبطولات، الفريق المدجج بالنجوم، فريق الصدمة. طبعا المباراة بتغطية قناة السفاح الرياضية وكذلك المصور الفوتوغرافي مهاوي الملك وكذلك ايضا الزميل المميز في كابينة التعليق امجد حميد. ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا المهرجان الكبير. لكن من يكون البطل؟ من يكون
الكرة. شوف المتعة، شوف الإثارة، شوف شك شك بوم يا علي. الله يا روني الله، هدف أول غير معقول غير مكتوب منقول على اليوتيوب، يكتب للتاريخ يا قداسة. واحدة عالمية، واحدة كبيرة يا روني، لكن عادت الأمجاد على القداسة. واحد صفر، وامسي بلقطات سينما، لقطات روني، الكرات صافي، امسي واحدة لكن عادت من جديد، امسي مصطفى ريحان، واحدة مش ممكن، الكرة طارت إلى خارج الملعب. برافو أمير، الحراسة تمام، لقطات السينمائية، أي السينما يا انتصار، أي ديربي قاضي كانت لا تصد، أي ديربي كبير، هل تعود الصدمة؟ نعم المباراة عادة بالبداية لكن صافنا صافنا صافنا، والتدخل واضح، وأن يكون هنالك بالسلامة لكل اللاعب. روني لا زال ولم ينالك الطاقم التحكيمي، شوف وشاهد بعينك، انتصار المتعة لا تقبل القسمة على اثنين، بالسلامة بالسلامة لكل اللاعبين، إذا أن تكون هنالك في لقطات سينما الرياضية على المتابعة المجانية عبر منصة اليوتيوب، شاهدونا تابعونا، عليكم بتفعيل الجرس للقطات سينمائية كبيرة عبر منصة اليوتيوب. عادت من جديد حسن، والتمريرة هنالك للشعراوي، عاد الشعراوي، التمريرة في منتصف ريادة الملعب، التمريرة أمامية لكيكا، كيكا يبحث، كيكا يروح، أن تكون هنالك في اللحظة الماضية، لم يسقطوا على الأرض ولم تتوقف المباراة في هذا المساء، لكن على الكرة المخالفة محتسبة هنالك لروني. روني لا زال، روني لا زال، روني لا زال، روني لا زال، روني لكيكا، كيكا أنت كل الشعراوي، الشعراوي لمن؟ نمجد من؟ ونكتب لمن؟ ونخلد لمن؟ ولن تكون هنالك على منصة التتويج، الكرة حيدر الثاني مر طويلة قوية يا حيدر، الكرة كيكا، كيكا مر، الكرة هنالك على جهة اليسار، صافي مر، صافي مر، صافي مر، صافي مر، لكن طويلة راحت عدت ولت المباراة لقاعد الاستمرار. حيدر الثاني مر، حيدر من تكون هنالك في اللحظة الماضية، كرة وتصويبة لكن البعض يأتي إلى خارج الرياضة، ذلك في أمسية كبيرة تحضر نيات للانتصار. من يكون على التاريخ؟ كرة في هذا المكان، العودة مجددا، حيدر الثاني مازال، حيدر يمر، حيدر يمر، حيدر يمر، لكن طويلة لخارج الملعب، رمية كيكا، كيكا على جهة اليسار، صافي صافي، عاد من جديد هنالك لكيكا، جدد للقدس، القدس الأصفر، واحد صفر، التمريرة في مكان، عادت أرضية الملعب وعادت الأمجاد، من تكون هناك؟ كبر كبر، عادت من جديد صافي لوزو. على التاريخ الصدمة يعود كما عاد ريال مدريد في آخر الدقائق، الكرة لروفي، روفي لازال، روفي لصافي، صافي صافي يتقدم، صافي مر، صافي مر، صافي مر، صافي مر، صافي مر، لتكون هنالك من لحظات الموضوع. الاستمرار هنالك لروني، روني مر، روني مر،
مر روني مر روني مر روني مر روني مر روني مر لك نوير 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 الكرة لمصطفى كانت هنالك لحجرة طويلة وبعيدة الكرة في مكان هنالك للقدس مر روني لازال ومرحبا بكم في ديار الأمير المغلق. نعم شوف الجمهور شاهد المدرج يملا بالكامل رسالة إلى كل الملاعب. هل تملكون هذا الجمهور مكررا عيدة بالذكريات مع أنس الرياضية متابعين عبر منصة اليوتيوب أنس الرياضية أينما كانت وأينما تكون تحلى المباراة وتحلى أجوانا جماهيرنا الحاضرة متابعينا في كل مكان أهلا ومرحبا وطابة نعم الصدمة نعم الكرة في مكان روني لازال الكرة صافي صافي لروني روني لازال الكرة لا يا صافي لا يا صافي لا يا صافي لا يا صافي لا يا صافي